سؤال عن فستان العروسة يوم الفرح، صنف واسع وفضفاض وفوقه خمار من نفس اللون، فهو لا يصف ولا يشف. لكن الجزء الأسفل من الفستان عليه تطريز من الخرز، والفستان قد يكون زينة في ذاته. هذا هو الشأن في تصميم فساتين الأفراح بصفة عامة، فما مدى مشروعية ذلك؟ أولا، إذا كان العرس إسلاميا انفصل فيه الرجال على النساء، فكان كل من الفريقين في قاعة مستقلة، أو تمايز وتباعد تباعدا لا يمكن من الرؤية ومن فضول النظر، فأرجو أن يكون الأمر فيما ذكرت واسعا، ويرجى أن يرخص في المرور العابر عند النزول من السيارة للوصول إلى القاعة النسائية. لكن في الجملة إذ كان مشكلة في أطراف الثياب فقط، فإن أطراف الثياب مما استثني لدخولها في عموم قوله تعالى إلا ما ظهر منها، والله تعالى أعلى وأعلم.